والآن مع جولة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. الأحوال الجوية مع دينا. أهلا بك دينا، تفضل. شكرا لك نهى، شكرا لك دينا. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة: والعظمى 27، أسوره 17، إسكندرية 25-17، مطروح 25-15، بورسعيد 26-19، الإسماعيلية 28-16، السويس 27-16، العريش 26-18، طابة 25-19، شرم الشيخ 29-21، الغردقة 29-20، الأقصر 29-17، أسوان 30-17، الوادي الجديد 29-17، شلاتين 29-21، وأخيرا حلايب 28-21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.